نتحول مباشرة إلى فيرجينيا التي ينضم إلينا منها الآن الزميل كريم يسري. كريم، أكثر من 85 مليون ربما يكون العدد قد تزايد على مدار الساعة الأخيرة. مدلول هذا الرقم، أي من المرشحين يمكن أن يتعامل معه بقدر من الاستحسان؟ جو بايدن الذي يتعامل مع الرقم باعتباره غير مسبوق، لم يتحقق أصلا في الانتخابات الأخيرة ولا في غيرها، ولا دونالد ترامب هو الذي يرى أن في الأمر ما يمكن أن ينال منها فرصة؟ بشكل مباشر أحمد، من يفرح بهذا الرقم بالتأكيد هو جو بايدن الذي حتى كل أنصاره على التصويت المبكر خاصة عبر البريد. تحدثنا عن أن بعض الولايات عمليات التصويت المبكر بها أو عدد من صوته في عمليات التصويت المبكر إن كان عبر بريد أو عن طريق الحضور إلى اللجان أو المقرات الانتخابية تجاوزت النسبة التي شاركوا بها في الانتخابات عام 2016 في عملية الانتخاب المباشر في 3 نوفمبر عام 2016. وبالتالي جو بايدن على مدار الفترة الماضية كثف في حملاته وفي خطاباته وفي جولاته وأيضا في ظهوره عبر الإنترنت في حديثي عن أن من الهام للغاية مشاركة الأمريكيين في العملية الانتخابية، لأنه يخشى السيناريو الخاص بعام 2016 حينما فازت هيلاري كلينتون بأصوات الناخبين بشكل مباشر لكنها خسرت في المجمع الانتخابي. وبالتالي جو بايدن يعول على الضغط الخاص بعملية التصويت المبكر. على النقيض تماما، ترامب ليس سعيدا بالنسبة الخاصة بعمليات التصويت المبكر لأنها تعتبر نسبة كبيرة منها هي تصويت عبر البريد، وإذ ما تحدثنا عن أن دونالد ترامب عارض التصويت عبر البريد بشكل كبير على مدار الفترة الماضية، وصف أن عمليات التزوير ستكون كبيرة للغاية خلال هذا العام بسبب عملية التصويت عبر البريد. وهناك عدد من القضايا رفعت في عدد من المحاكم بالولايات ضد عملية التصويت عبر البريد. هناك أيضا عدد من الولايات تطلب من المحكمة العليا أن تكون عملية التصويت عبر البريد بها تمتد لأيام بعد 3 نوفمبر، لكن المحكمة العليا رفضت طلب ويسكونسن وطلب أيضا تكساس وولاية أخرى وولاية بنسلفانيا. أيضا رفضت المحكمة العليا أن هذا الطلب بتمديد عملية فرز الأصوات عبر بريد بعد يوم 3 نوفمبر. وبالتالي أتواجد أنا الآن في واحد من المقرات الانتخابية. طيب معلش كريم، في هذه النقطة قبل أن تغادرها يا كريم، هذا المقر الانتخابي هو بولاية فيرجينيا. نعم كريم، قبل أن تغادر هذه النقطة بالحديث عن الخشية أو الهواجس لدى دونالد ترامب من التصويت عبر البريد، الرجل أطل قبل يومين وهو يقول عليكم أن تدركوا أن التصويت بالبريد يشكل كارثة، عليكم أن تتابعوا صناديق القمامة وهي ملقاة داخلها بعض بطاقات الاقتراع وأغلبها يحمل دونالد ترامب دونالد ترامب. هذه هواجس من عنديات دونالد ترامب فقط كشكل من أشكال التوظيف الدعائي والانتخابي، ولا بعضها قد يلامس الحقيقة؟ بالنسبة لعملية التصويت عبر البريد، إذ ما نظرت خلفي هناك صندوق أزرق، هذا الصندوق هو المسؤول عن جمع البطاقات الخاصة بالناخبين عبر البريد. يأتي من يصوتون أو من صوتوا عبر بطاقات الاقتراع التي وصلت إلى منازلهم ويقوموا بإدلاء بأصواتهم ووضعها في هذا الصندوق. عدد من الولايات وتحديدا ولاية ويسكونسن وجدوا واحد من الصناديق محروقا ولم يستطيعوا إنقاذ عدد كبير من البطاقات به، ووصفت الشرطة في تلك الولاية أن هذا العمل هو عمل جنائي ولكنهم لم يكشفوا عن من نفذ الأمر. ما يخشاه ترامب حقيقة هو عملية الضغط الشعبية الذي أثاره بايدن بالنسبة لعملية التصويت عبر البريد والتي سهلت عملية التصويت، وبالتالي ربما يجمع بايدن أصوات أكثر بكثير من دونالد ترامب في مسألة التصويت عبر البريد. ما يخشاه ترامب أيضا ويعول عليه ترامب خلال الفترة القادمة هي مسألة اللجوء إلى المحكمة العليا، إذ ما تساوت أو تقاربت الأصوات سيتم اللجوء إلى المحكمة العليا، والتي منذ يومين كما تابعنا ومنذ نحو 3 أيام إيمي كوني باريت المرشحة الخاصة بدونالد ترامب أصبحت عضوة في المحكمة العليا، وازداد عدد القضاة من المحافظين بتلك المحكمة وهي 6 محافظين مقابل 3 ليبراليين. وبالتالي يخشى دونالد ترامب تلك العملية من فكرة زيادة الأصوات لصالح بايدن، ولكنه أعتقد أنه وضع خطة بديلة، وهي إذ ما وصل الأمر في النهاية إلى المحكمة العليا فلديه الكلمة العليا بها، لأنه هناك 6 محافظين مقابل 3 ليبراليين، وبالتالي المحافظين ربما يميلون بعض الشيء للحزب الجمهوري، وبالتالي تعد تلك أعتقد أنها الخطة الخاصة بدونالد ترامب خلال الفترة
القادمة إذ ما خسر في التصويت المباشر بالنسبة لعملية الاقتراع والتي ستبدأ والتي بدأت منذ أسابيع. بالنسبة لعملية التصويت البريد أو عملية التصويت المبكر بدأت منذ أسابيع في عدد من الولايات، ربما هنا في فيرجينيا آخر يوم لعملية التصويت هو غدا، اليوم كان آخر يوم في عملية التصويت بالنسبة لولاية أريزونا، وستفتح مقار الانتخابات مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم يوم الثالث من نوفمبر. أيضا ما تحدثنا أحمد عن التجمعات الانتخابية التي خاضها ترامب ويخوضها على مدار اليومين القادمين. وصف دونالد ترامب أنه عود محمود للحملة الانتخابية الخاصة به بعد إصابته بكورونا، لأنه كان متأخر بشكل كبير في استطلاعات الرأي، ولكن على مدار الأسبوع الماضي ارتفعت أسهمه بعض الشيء في استطلاعات الرأي بعد تكثيف حملاته وتجمعات كبير من الولايات خاصة الولايات. لعل كريم كان يتحدث عن الولايات المتأرجحة أو ولايات الحسم، وهذه هي الولايات التي كنت أتمنى أن أختم سؤالي مع كريم بشأنها. على أي حال أتمنى إذا ما وفقنا في العودة إلى كريم يسري مجددا أن نستكمل معه هذه النقطة، إن لم يكن الأمر متاح فبالطبع سنستكمل في نقاشاتنا التالية بحول الله الحديث عن هذه الولايات، ولايات الحسم كما تعرف، الولايات التي كانت مقصدا لكلا المرشحين الرئيس دونالد ترامب وكذلك المرشح الديمقراطي جو بايدن. كيف سيتم التعامل مع ميشيغان؟ إلى أي مدى ستميل في كفة أي من المرشحين؟ ويسكونسن وكلتا الولايتين كانتا مقصدا للمرشحين دونالد ترامب وجو بايدن. كريم يسري عاد إلينا من جديد حسب ما يبلغني الزملاء، وهذا خبر جيد للغاية. كريم، لعلك كنت تتحدث عن ولايات الحسم وإن لم تكتمل هذه الفكرة، إذا كان فهمي صحيح وما توقعته سليم، فما هي العوامل التي قد ترجح كفة أي من المترشحين دونالد ترامب وجو بايدن؟ أعتذر في البداية منك أحمد ومن مشاهدين عن قطاع الصورة، لكني سعيد للغاية لعودتها مرة أخرى. إذ ما تحدثنا عن الولايات المتأرجحة، هناك نحو من 6 إلى 12 ولاية كل 4 سنوات في العملية الانتخابية تكون تلك الولايات تسمى بالولايات المتأرجحة، تلك الولايات التي لا تحسب بشكل مباشر على الحزب الديمقراطي الأزرق أو الحزب الجمهوري الأحمر، وبالتالي تلك الولايات هي التي تحدد من الفائز في العملية الانتخابية. هناك ولايات ذات شأن كبير مثل فلوريدا تمتلك 29 مندوبا بالكلية الانتخابية، ويليها ولاية بنسلفانيا تمتلك 20 مندوبا بالكلية الانتخابية. هناك ولايات متوسطة العدد بالمجمع الانتخابي أو الكلية الانتخابية مثل الولاية التي أتواجد بها الآن، وهي ولاية فيرجينيا التي تمتلك 13 مندوبا بالمجمع الانتخابي. بالنسبة للولايات المتأرجحة، تلك الولايات إذ ما صوت فيها الناخبون بشكل مباشر لأحد المرشحين يفوز مباشرة. ما تحدثنا عن فلوريدا واحدة من أهم تلك الولايات، من يكسب أو من يحظى بأصوات فلوريدا يحظى بالرئاسة الأمريكية كما حدث عام 2016 مع دونالد ترامب حينما صوتت له فلوريدا بشكل مباشر وبالتالي فاز في الانتخابات. ولكن هناك حسابات أخرى، ما تحدثنا عن ولايتي بنسلفانيا وميتشيغان، بالتأكيد هم ولايات برضو تعتبر هامة أيضا في العملية الانتخابية، لأن ولاية بنسلفانيا تمتلك 20 مندوبا ولاية ميشيغان ربما تقارب هذا العدد. تحدثنا أيضا عن أن في الفترة الحالية يضغط كلا المرشحين في الولايات أصلا المحسومة. تحدثنا عن أن هنا في مثلا في ولاية فيرجينيا تعتبر تلك الولاية قديما كانت محسومة للحزب الجمهوري، لكنها عادت وصوتت للحزب الديمقراطي عام 2008 لأوباما و2016 لهيلاري كلينتون. اليوم يحاول ترامب بشتى الطرق الحصول على الأصوات الخاصة بالناخبين في فيرجينيا وفي الولايات المتوسطة العدد في المجمع الانتخابي. هذا المركز الاقتراع حينما دخلته المرة الأولى هناك مندوب من الحزب الجمهوري يوضح للناخبين عند دخولهم البرنامج الخاص بالحزب الجمهوري، لأننا نعلم بالتأكيد أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مرتبطة أيضا بانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، يقف مع الناخبين ويحاول بشكل كبير التأثير عليهم ومحاولة دفعهم للتصويت نحو الحزب الجمهوري. هناك أيضا عدد من المندوبين من الحزب الديمقراطي يقومون بنفس الشيء، ولكن ما أتحدث عنه هو أهمية تلك الولايات بالنسبة لكلا المرشحين لمحاولة استقطاب الناخبين. حديث ممتد ولن ينتهي حتى موعد الانتخابات وربما حتى ما بعدها. كريم يسري مراسلنا على الهواء مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا منضما إلينا من فيرجينيا، شكرا جزيلا لك.